الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور. ولقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الوضوء. وصفته على وجهين: وجه مجزئ ووجه كامل. فالمجزئ أن يقتصر على ما ذكره الله تعالى في القرآن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر الله تعالى التثليث، يعني ما ذكر ثلاثا، قال اغسلوها وامسحوا برؤوسكم. فلو أن الإنسان توضأ فغسل وجهه مرة واحدة ثم غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق مرة واحدة ثم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة لكفى. لكن الأفضل أن يثلث وأن يغسل كفيه قبل غسل وجهه، فإذا حضر عنده ماء كثير فلينوي ثم ليسمي ثم ليغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. هذا هو الوضوء الأكمل الأتم. غسل الجنابة، وغسل الجنابة له أيضا صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. فالمجزئة أن يعم بدنه كله بالماء غسلا، ومنه المضمضة والاستنشاق. والكامل أن يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل بقية جسده، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر.